اقتراحاتكم وتنجموا تشاركونا نقاش موضوعنا اليوم اللي هو ثقافة التبرع بالأعضاء. ناس تقول حلال، ناس تقول حرام، ناس مع، ناس ضد، ناس متطوعين متبرعين وناس يرفضوا ثقافة التبرع. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع، اش حضرت تونس لليوم هذايا؟ شنو ما التظاهرات، الأيام التحسيسية، الدورات التثقيفية للناس باش نجموا يفهموا وتوصل لهم الثقافة هذه. نحكيه على برشة إنجازات في بالنسبة تحتسب إلى أطبائنا التوانسة، برشة عمليات جراحية فيما يخص زرع الأعضاء كانت ناجحة لثلاث سنوات بمختلف مستشفيات الجمهورية التونسية. الثقافة هذه قاعدة تتعزز خاصة بنجاح العمليات هذوما. اليوم لوين وصلنا في الحملة هذوما؟ لوين وصلنا للثقافة هذية؟ رسالة هذوما جاوبنا عليهم، سنجيدوا نجاوب عليهم فيما يخص التبرع بالأعضاء. فما شكون يقول لك الأولاد اليوم فما خلط ما بين التبرع والتجارة بالأعضاء؟ دونك اليوم شكون ما سمعش اللي في وقت من الأوقات أحبطت جماعات في عصابات، نحن نجمو حتى نقولوا، وعمليات إجرامية في حق حتى قصر أطفال، قصر للأطفال. دونك أطفال أقل من 18 سنة، أقل من 16 سنة، أطفال خاصة اللي يتعرضوا لهشاشة نفسية، يتعرضوا إلى ظروف اجتماعية قاسية، تلقاهم صغار نلقاهم في الشارع، نلقاو صغار متسولين، نلقاو صغار المنقطعين. دوك هذوما الكل يتسموا فئة يستهدفها العصابات، هذوما تستهدفها العصابات تجار بالأعضاء. زادة تلقى في وقت الثورة كانت تذكروا، وفي وقت كوفيد نظرا للظروف الاقتصادية القاسية، فما رينا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى فما شكون أباء عرض كغيمون ولاتو للبيع، عرض كلوتو للبيع. دونك اليوم فوالا، دونك فوالا، ومالوغوزمون حمزة أكد لي اللي هو من ولاية القيروان. دونك اليوم الثقافة هذية ولا العمليات هذية والإجرام هذية لوين نصلوا به في بلادنا؟ شنو باش ننتظروا باش يصير أكثر من هكا في بلادنا؟ كفكرة عامة شنو اللي قاعد يصير؟ علاش هذا الكل قاعد يصير؟ دونك برشا أسئلة نجمو نطرحوهم في الموضوع هذا. رأيك عمر؟ أنا رأيي في الحاجة هذية إنه أوني تو ريسبونسابل، معناها بالنسبة للحكاية هذية كنا مسؤولين على الصغار اللي قاعدين نراو فيهم في الشارع، معناها اللي هما نراوهم قاعدين يبيعوا في المشوار، وإلا قاعدين يبيعوا في حاجة معينة، وإلا جوست في الشارع. فما برشا نعرفوهم اي سورتو معناها في القروين، راه معناها نعرفوهم ونراوهم في البلايص، في الأسواق الكل، في الشوارع الكل، في الحي التجاري راوهم برشا. دونك علاش ما فماش مسؤولين؟ علاش ما فماش عبيد رقابة؟ علاش ما فماش رقابة؟ على خاطر هذوكم سي سون دي فيكتيم، وينجم يكون سلاح موقوت صغير هذاك، معناها اي عبد ينجم يجي دمغجو، اي عبد ينجم يصنع له رياليتي اخرى ويخليه يدخل في دي دومين اللي هم يحبش عليهم، ومنهم انه ينجموا معناها يستغلوه للتجاره بالاعضاء نتاعو ولا يتم خطبهم صغار هذوما. وجو دون ليكزامبل، فما ليكزامبل نتاع مسلسل تونسي معروف برشا اللي هو نعورة الهوي، جسد برشا الحكايه هذه. دونك عملوا طلع على المسلسل هذاك خاطر يجسد برشا الحكايه هذه اللي كنت تحكي فيها. واصلا حتى الصغار هذوما اللي في الشارع ان راهم سلبت حريتهم وحقهم في الحياه، هما يلزمهم هو طفل عنده حقوق وعنده واجبات وعنده إطار لازم يكون فيه، عنده إطار عائلي، إطار أسري، إطار تربوي، إطار تعليمي لازم يكون موجود فيه. لوقات هذوكم اللي صغيرات خرين تلقاهم في المكتب يقرأ، ولا تلقاهم في ديارهم هما مش قاعدين يعملوا ساعات متأخرة في الليل يجوبوا شوارع ولاية القيروان. دوك هذا الكل سؤال يطرح نفسه. حمزة، والله أنا يعني رأى إنه العامل الأساسي لتوعية الشعب ولا العباد معناها بالحكاية هذه خاصة هو الإعلام، لأنه في يوم عالمي للتبرع بالأعضاء ما هوش ماخو حقه بالقداء، وكما كان يحكي عمر المسلسل اللي جسد حقيقة إنه فما تجارة بالأعضاء في وقت ما في تونس أو في حتى في البلدان الكل مش كان في تونس. نتصور انه لعبتك مش تتفرج في حاجات كما هكا مسلسل دي سيكونس فيديو يعديو الحاجات هذيك، مش يمشي في باله انه
ما عادش من بحكاية التبرع لأنه مش هو اللي يقول أكيد مش تجربهم ولا حكاية داكو. فلازم توعي شامل للعباد خاصة إعلاميا علاش خاطر القوة الإعلامية أكيد كي هو مش يحل ويتفرج في أهمية الحاجات هذه التبرع وفي فوائدها على البشرية ككل هو مش يكون متشجع ومش يشجع غيره داكو. فنقص التوعية ونقص التغطية الإعلامية للحاجات المهمة اللي كما هذه نتصور هي اللي مش تعمل فرق كبير في المستقبل إن شاء الله. تري بيان، وأكيد باش تعمل معنا فرق كبير نستقبلوا توت سويت مكالمة هاتفية جينا من عند السيدة نسرين بن بلقاسم اللي هي باحثة ومختصة في علم الاجتماع تدخل معنا باش تعطينا رأيها في موضوعنا متاع اليوم. ألو مرحبا. مرحبا عايشك. مرحبا بك مدام نسرين، شرفتنا شرفتنا بمداخلتك. دونك فوالا، دونك ماذا بينا ناخذ رايك اليوم، اسكو اليوم التونسي عنده ثقافه التبرع بالاعضاء ام لا؟ نحن كدوله تونسيه عاطينو اليوم هذايا، اسكو عاطينو حقه من خلال الحملات التحسيسيه؟ اسكو الاعلام كيف كيف قاعد يسلط الضوء على الظاهره هذه والا لا؟ كيفاش نجموا نرسخوها الثقافه هذايا عند التونسي مهما كان اختلافه، مهما كان انتمائه، مهما كانت عقليته، كيفاش نجمو نبنيوها الثقافة هذه؟ بالنسبة للموضوع التبرع بالأعضاء يعني هو مازال يعني كموضوع مازال غايب شوية على الساحة، سواء كان في المجتمع وإلا في الإعلام وإلا حتى بالنسبة بالنسبة للدولة. يعني نشوفوا كما اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء ما شفناش كل حملات بالحق تحسيسية، ما ريناش حتى على وسائل التواصل الاجتماعي شكون يحكي على الموضوع بدرجة كبيرة. مثلا كيشوفوا ظواهر أخرى اجتماعية كما الحرقة، كما مثلا التجارة بالبشر، وإلا مثلا ظاهرة الإدمان، نقاو فما حملات تصير، فما حملات توعوية، مثلا فما تشجيع، لكن الموضوع هذا مازال مغيب نوعا ما، خاطر ما بين المواضيع كما نقولوا اللي تابو شوية، اللي الناس ما تحبش تحكي فيه، اللي فما الناس مثلا مازالوا كونتر الموضوع، مازالوا خاصة المواضيع اللي يدخل فيها الجانب الديني، راهو يتسمى من المواضيع الحساسة. أنا الدين راهو من المواضيع الحساسة اللي ما يحكيش فيه، حتى الانسان اللي يحب يجي يحكي في الموضوع راهو يخاف، يخاف من ردة الفعل، يخاف من البوليميك اللي نجم يصير. دونك هذاك علاش راهو الموضوع مازال مغيب شويه حتى بالنسبه للناس، راهو حتى الانسان اللي مثلا كي تجي تحكي معه في موضوع التبرع بالاعضاء، حتى تقول له بعد ما انت يعني تتوفى ما تحبش تكون متبرع، الفكره هذيك في حد ذاتها تخلق فيه مثلا نوع من خوف كبير، خاصه راهو الانسان في حد ذاته يتمسك برشا بالحياه، يخاف من الموت. يعني انت كي تجيب تجذب له موضوع كيف هكاك، يعني حتى بلغتنا نحن نقول لك ما الحكايه بالتالي، يعني فهمتني ما يقبلوش. معناها لازم نرفضوا فكره الموت، وزيدوا نرفضوا فكره كوننا نحن باش نتخلاو على الاعضاء نتاعنا. اعضاء نتاعنا يعني فوالا. يقول لك هالموضوع اللي جبته لي، يعني انا نحب الحياه، يعني ما الناس في حد ذاتها زي يعني غريزه في الانسان ما نحبوش الموت والا اي حاجه تربط بالموت، يعني تصير عليها بوليميك كبيره والانسان ما بلاش. بالعكس يحب يقول لك احكي لي حاجه تفرحني، اعطيني ديزونت بوزيتيف، يعني الفكره في حد ذاتها الموضوع ماهوش مطروح. يعني حتى كي باش نقولوا عليه انه ثقافه، ما نجموش نوصلوا نحكوا عليه ثقافه خاطر مازال الموضوع ماهوش مطروح لا في الاعلام لا في حتى في العائله لا في المجتمع، ماهوش مطروح بدرجه كبيره. ده واضح. دونك وبالنسبه يعني ماذا بينا نوصلوا يعني نفرقوا ما بين يعني التبرع بالاعضاء ما نحبوش يولي تجاره، يعني كما ذكرتوا قبيله، خاطر فما برشا ناس ضحايا بالحق، شبكات كبيره برشا تضر خاصه الاطفال، يستغلوهم الاطفال اللي فاقدي السند، الاطفال اللي عندهم هشاشه اجتماعيه والا نفسيه، الاطفال بالحق اللي تخلاوا عليهم عائلاتهم والا هربوا، يدخلوا في تيارات كبيره كما نشوفوا فيهم بالحق اللي يتسولوا في الشارع، يدخلوا في طيارات وفي شبكات اجراميه كبيره ويقع استغلالهم. دونك ماذا بينا المراقبه، انا ديما نقول الاطفال اللي قاعدين يتسولوا يعني كيفاش ما تتمش مراقبتك، المراقبه نتاعهم وشكون اللي يبعث فيهم وكيفاش يجيو لك المنطقه هذيك والبلاصه هذيك ويتسولوا، هو حقه في التعليم كيفاش يتسول في المقعد الدراسي نتاعو ويمشي يتسول، وانت كدوله يعني ما تشوفوش وما تراجعوش وما تشوفش هو اول حاجه العائله اللي خرج منها اسكو هي اللي بعثته انه باش يتسول والا داخل في مع جماعات والا عصابات اخرى تخدم به وتاجر به باش يتسول، ينجم بعد ذلك يلقى استغلاله سواء كان باش
باش يستغلوا الاعضاء نتاعو والا يقتلوه ولا يبعثوه حتى يدخل في الارهاب. دونك ماذا بينا المراقبه ماذا بينا نقول راهو في الوقت هذا نشوفين نحن راهي الطفوله نتاعنا في خطر. اليوم نشوفوا الاطفال تشارك في جرائم كبيره، الاطفال بالحق سواء كان تسول سواء كان انقطاع مدرسي يعني سواء كان هجرة نظامية نقاو فيها الأطفال، والظواهر الاجتماعية الخطيرة هذيك نفس الأطفال يعني راهو المستقبل نتاع بلاد كاملة راهو في خطر، خطر هذوك هما المستقبل نتاع بلاد. واضح واضح. مشكورة جدا التدخل نتاعك مدام نسرين كالعادة، دونك تثرين الحصة نتاعك بالأفكار، دونك شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة. دونك اليوم قتلك مدام نسرين، دونك اللي هي نذكروا اللي هي مدام نسيم بن بلقاسم اللي هي باحثة ومختصة في علم الاجتماع، مشكورة جدا للمداخلة متاعها. دونك تقول اللي اليوم زلنا ما نجموش نحكيه على ثقافة، معناها نحكيه صحيح اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والإنجازات اللي عملوها طب توانسة في شتى الزراعة الأعضاء بشتى أنواعها، ولكن لليوم التونسي مازالت معنا نجموش نحكيه على ثقافة، مازلنا نحكيه على يوم عالمي فقط، ما حضرناش الثقافة هذه، ما خدمناش عليها اتتغى. وقالت اللي من أكثر الفئات المستهدفة بتدخل في العمليات الإجرامية اللي تصير لهم هما الصغيرات اللي يبدوا معناها ما عندهم هشاشة نفسية، اللي يبدأوا ما عندهم فاقدي للسند تتغى. رأيك نجلة في الموضوع هذا؟ به تنويه بسيط على الكلام اللي خلته مدام نسرين. نحب نوضح نقطتين خاطر هنا مش طحنا في الخلطرة وحنا نحكيه وباش بيسمعنا يفهم. أيوة. أول حاجة ساعة اللي كنا نحكيه فيه اللي هي الانقطاع المدرسي واللي هو الاستغلال الاقتصادي وغيره وغيره، راهي هذيك يسمى التجار بالبشر. به مش نكون واضحين، هذيك جرائم تعد من الاتجار بالبشر وعندها قانونها اللي نظمها واللي أطرها، وعندنا رقابة معناها من طرف الدولة ومحاولة التصدي له مثل هذه الظواهر اللي هي تنعكس سلبا على الطفولة. لكن نحكيه احنا اليوم في التبرع بالأعضاء، في مخصوص التبرع بالأعضاء نحكيه اللي الجريمة اللي حكيت عليها انت سونيا اللي طرحوها الولاد هو الخوف من تجارة الأعضاء. رانا نلقاو لهنا تونس راهي تحكي في إطار اتفاقية دولية مع مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية اللي هي اتفاقية سانتياغو دي كومبوستيلا. الاتفاقية هذه تعرضت في 2016 وتونس راهي قاعدة تمشي بخطى حثيثة لمكافحة الجريمة هذه اللي هي جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية والمنتوجات الدوائية المقلدة وكل ما فيه مساس بالصحة. تصور هذه النص القانوني، هذه الاتفاقية الدولية اللي احنا تونس قاعدة تمشي فيها، ما زالت ما اعطتهاش الصبغة على القوانين الجزائية التونسية إلى حين المصادرة صادقة عليها وتفعيلها في تونس بقوانين تونسية. دونك هذه جريمة الاتجار بالبشر. أوكي. هذه هي جريمة الاتجار بالبشر. نمشي وتتسويت لفقرتنا عجيب وغرائب مع عمر جيزاني. عجيب وغرائب، عجيب وغرائب. دونك اليوم العجيبة والغريبة، اليوم العجيبة والغريبة تدخل للليسي متاعنا. أيوة. ونعرفوا برشا اللي راهو سي با لا بروميير فوا اللي نشوفوا انسيكوريتي معناها في الليسي نتاعنا، في الكوليج نتاعنا، في المدارس نتاعنا وكل. لا ميت قاعدين نطرحوا في السؤال علاش الليسي وعلاش لي فاكولتي وعلاش لي كوليج وعلاش المدارس معناها، وعلاش الروضه نبداو من الروضه نلقاو روحنا وين احنا قاعدين نمشيو نتعلموا، وين احنا قاعدين نمشيو باش نقراو على روحنا ولا نمشيو باش نعملوا اكتيفيتي في الليسي والا حاجه كيف من هكا. نلقاو اللي ليسي ما همش سيكوريزي والا لي فاكولتي والا المدارس والا حتى الروضات، معناها فما صغار صغار وين البلايص هذو ما همش سيكوريزي. دونك اليوم بمعنى انه اليوم وصلنا معناها ابار انه برشا عباد تدخل ليسي وهما ما همش تلامذه، ابار انه برشا عنف في وسط ليسي، أبار أنه فما برشا عبيت تجي قدام الليسي لكن ما فماش معناها رقابة على شنو يصير قدام الليسيات وبحث الليسيات وفي وسط الليسيات. اليوم نوصلوا أنه يوصل الليسي معناها يهد على الليسي آخر، معناها يمشيوا يتهدوا على الليسي آخر ويهزوا معاهم معناها عبيد اللي هما كريوهم بالفلوس باش يجيوا معاهم ويجيبوا معاهم معناها آلات حادة. واليوم عبيد دخلت في وسط الليسي وضربت بالحجر التلامذة الاخرين نتاع ان ليسي، انا ندخل ليسي في تونس معناها احد المعاهد الثانويه في الجمهوريه التونسيه.
اليوم ليسياتنا متاع تونس ينجموا معناها عبيت اخرى تجيب دي كلوشاغ وين ينجموا هما يدخلوا ويضربوا التلامذة اصحابهم. فما شكون اللي اعتدوا عليه بالعنف وين معناها فما شكون قام قص وظن تلميذ اخر وفما شكون طعن تلميذ اخر ابار معناها الاعتداءات بالحجر. ووقت اللي اجي الامن قعدوا يضربوا في الامن بالحجر حتىكش اللي هربوا. دونك اليوم نحكيو انه نوصلوا للحاله هذه في الليسي التوانسه وقتاش باش باش يفيقوا المسؤولين على الحكايه هذه على خاطر التلميذ قاعد يقوم بواجبه انه هو يمشي يقرا وما يكسرش الممتلكات العموميه والا ما يحدثش معناها شغب في وسط الليسي. لكن اليوم تنجم تدخل عبيد اخرى اللي هي ماهيش تقرا في المؤسسه لا تنتمي لهذه المؤسسه العموميه ويعتديوا عليه وقت اللي هو الهدف متاعه كان انه يمشي يقرأ على روحه ويروح. هذه هي كانت فقرتنا مع عجيب وغرايب مع عمر جيزاني. عجيب وغرايب عجيب وغرايب يا والله عجيبة وغريبة حكيت هنا اليوم عمر. دونك الحق صحيح فمي يضحك أما قلبي يبكي على تلامذتنا وعلى وين وصلنا وتعليمنا اللي اليوم وقت اللي كنا خرجنا وندوا بخطورة المحيط مؤسسات التربوية اللي قاعدة اليوم المحيط هذية مشحون بسلوكات عفوا بالمخاطر بأنواعها بشتى أنواعها الكل. اليوم ولينا حتى ما عادش نحكيه على المحيط مهدد ولينا نحكيه حتى على مؤسسة مهددة. راهو اليوم مؤسسة تربوية عندها الحرمة متاحة. تاش معنى مؤسسة تربوية عندها حرمة؟ معناها راهو ذيك بالنسبة لي أنا راهي بلاصة مقدسة مدرسة ماشين باش ناخذوا منها العلم. معناها أنت اليوم عندك ميثاق داخلي عندك قانون داخلي عندك حرمة المؤسسة التربوية راهو طلب العلم راهو الإيمان ذاك راهو الإيمان طلب العلم مثل الإيمان معناها حطيناه في سورة الإيمان. معناها أنت ماشي كينك ماشي البلاصة مقدسة مقدسة للعلم. فشنو يصير سامحوني كنت حمست أكثر في التدخم اللازم خطر بالحق واحد يتحرق على صغيراته هكايا يتحرق على شبابه يتحرق على تلامذته. ناس مشي تقرأ وناس تمشي باش تشوه صورة المؤسسة تشوه صورة التعليم وما وهذا الكل بعد نتيجته شنو نتيجته معناها حتى تقتحم مؤسسة وتصير فيها مسؤولية حفظ المخاطر. اليوم معناها فانت كنت شكون مش تحمي اليوم مش تحمي المربي مش تحمي التلميذ مش تحمي محيط المؤسسة مش تحمي شنو شكون معناها مش تحمي الولي كيفاش اليوم معناها عنف بالوسط المدرسي بشتى أنواعه بشتى أشكاله بأسباب مختلفة. كل عادة كل ظاهرة اجتماعية تصير في بلادنا إلا ما نلقاوش استراتيجية وطنية للتصدي لمثل هذه الظواهر نكتفيه بالإعلام باش نعلنوا شنو اللي صار نكتفيه باش نحكيه عليه مدة نهارين ثلاثة ومن بعد هذيك الكل يمشي على روحه ما نلقاولوش حلول ونقعد بسم الله علينا نستناه وبتتخفي كارثة ما أكبر وما أقوى. ونحن قدام هذا الكل شنو اللي قاعدين نعملوا فيه ما نعرفش لوين ماشيين بالحق. اليوم تعليمنا ما نعرفش وين ماشيين تلامذتنا لوين ماشيين هالسلوكيات هذوما الكل وين مش توصلنا. اليوم نقوص خطر يضرب اليوم وقايت باش نفيقوا نحن ونظافروا جهودنا الناس الكل من ولي من امن من مربي من وزارة التربية من مندوبية من كل شيء الناس الكل بإطاراتها بأوليائها بتلامذتها بالشرائح العمرية الكل. اليوم يلزمنا نحافظوا على المكسب راهو تعليمنا مكسب التعليم المجاني راهو مكسب راهي المؤسسة التعليمية العمومية راهو مكسب للبلاد. دوك اليوم هكذا كنا نحكي واليوم على العملية الناجحة على الصعيد العالمي منين جاوا ذوكم الطبة ما جاوا من مؤسساتنا نحن العمومية ما جاوا من كل عالدين الأستاذ هذيك ومن الجامعة هذيك إذا تغاب باش وصلوا المستوى هذي ونحقوا عنا كفاءات وطنية معناها المستوى متاحة يشهدوا له على المستوى العالمي. دوك نحن هذي الكل وين ماشيين نقطة استفهام كبيرة. نخرج تو سويت استراحة موسيقية ونرجعوا لكم مع 93 وقعدوا